مقر وزارة الداخلية كالعادة وحكى على برش حاجات وهو محاط بالأمنيين. مانيش باش نرجع على جملة الأشياء اللي قالها الرئيس، ولو أنه تناوله لمسألة الإجراءات كرئيس دولة وكأستاذ قانون دستوري حاجة ممتازة جدا. نحب نركز على إحدى الأشياء القليلة الصحيحة اللي قالها رئيس الجمهورية. قال للأمنيين اللي انطلاقا من مختلف الزيارات اللي عملها في المرشيات استخلص وأنه قضية الشعب التونسي اقتصادية واجتماعية، وهذا هو الصحيح في الأخير. الشعب التونسي يتناول الشأن السياسي بمنطق الفراج وماهوش مستبطن لليوم مسألة الحقوق والحريات. هات نقولوا الأشياء كما هي، الشعب التونسي ما عندوش علاقة كبيرة بالديمقراطية ومازال متشبث بالموديل متاع الحكم المشخصن وسيد الرئيس ويحيى يحيى. لكن هذا موضوع آخر تو نحكيو فيه كيف تطير سكرة الشعبوية المقيتة. إذا قلنا أنه القضية اقتصادية واجتماعية، هل نجم نفهم شنو عملت السلطة في المجالات هذه وقت اللي المؤشرات الكل تشعل بالأحمر؟ الوضع الاقتصادي متاع البلاد متردي لأبعد الحدود، بينما الدولة التونسية مسخرة كل مجهوداتها لمعالجة الوضع المالي متاعها. عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي قاعدة تموت قاعد يفوت كل الحدود. يا أخي هاك التونسي اللي عايت يحيى قيس سعيد في باب الفلة ولا في حي الانطلاقة ما هو مدبر خديمة في شركة ولا يدبر في راسه في علاقة بخدمة شركات خاصة معينة. راهو الكل مربوط ببعضه في آخر الأمر، وباش السيد هذاك ينجم يعيش ويعيش عائلته لازم الدولاب يدور كما نقولوا. الدولة التونسية عاملة قانون مالية ما هو مصدقه حتى حد، على الأقل من ناحية الموارد الخارجية اللي ناويين يجيبوهم. الضغط الجبائي في البلاد خرج على كل منطق. هذا كلام تقال عشرات المرات. هي وقتاش ناويين نفيقوا على رواحنا وما عادش نعلقوا الفشل متاعنا على شماعات من نوع المرحله السابقه وحرب روسيا واوكرانيا والوضع العالمي. التوانسه اليوم مهدين في قوتهم اليومي بصفه جديه، والشماته والتشفي ما يعبيوش كروش الناس الجواعه. بينما رفع الدعم والضغط على الاجور والمخاطر التضخميه نجم تجوع ملايين. للأسف ما نجموش نحطوا التضخم في الحبس، وما نجموش نصدروا بطاقة إيداع في العجز التجاري. الدولة كانت تحب تخدم باش تراسيلها تلوج على حقوق حلول حقيقية. هو محاربة الفساد تنجم تكون سياسة، نجم تكون عندها جدوى حتى اقتصادية واجتماعية، لكن في الأخير الدور الأساسي للدولة، المواضيع المهمة استراتيجية وقت اللي نحكيه على أمور اقتصادية شكون بها تكنولوجية أمن غذائي، مواضيع كبيرة ما هو من المفروض زادة كيما نعملوا هل الخرجات الشعبية والإعلامية وغيره مثل هاو زادة بأشياء أكثر أهمية وأكثر جدوى للدولة وللشعب. عجبتني في الكرونيك تاع مروان، واحد مثلا غدوة يفيق صباح يلقى يقول لك والله موقفين العجز التجاري الصباح في التوروت تاع المارس. انا ديما فوسفات قفصه بالنسبه لي انا روبير لكل شيء في علاقه بالاقتصاد. فوسفات قفصه بالنسبه لي انا من 2011 لليوم هي المعيار اللي تنجم تحسب به قدره أي حكومة وفشل أي حكومة وتفاهة أي حكومة وصلابة أي حكومة. معناه فوسفات قفصة اليوم في ظرف كما هكا وفي ظرف عالمي كما هكا، والجودة متاع الفوسفات التونسي وكل شيء والكلام هذا كله، ونعرف أنه ثم ارتفاع كبير في الأسمدة ولا الفوسفات مطلوب وكذا. لليوم نحكيه على 25 جويلية مثلا، لليوم ما ثم حتى حديث على فوسفات قفصة. ثم بعض الإيقافات والواحد وكذا، أما الهيكلة وواحد وكذا وقديش تخدم من خدامة وشنو الأوبجيكتيف متاحها ومستقبلها، وكل عام نبرمجوا باش ننتجوا 4-5 طموحات تافهة جدا، 4-5 مليون طن ننتجوا 3-3.5 3.6 4 بون ما نكذبش توا وضعيتها خير ألف مرة من، ولكن انه لليوم ما ثم حتى حديث. معناه نورمالمون كل يوم نحكيوا على فوسفات قفص، نورمالمون كل يوم راه خاطر اذا كان العبد عنده الكولون فيرتيبرال هو اللي يخليه واقف، فوسفات قفص يمكن اشتر الكولون تاع تونس. معناه لليوم ما ثم حتى حديث على محاوله اصلاح، على كيفاش باش نعملوا، على شنو الحل، على ثم حتى شيء. اليوم هذا الاقتصاد، القضايا الاجتماعيه ضاعت في جلبة القضايا السياسيه، ضاعت.
تو انت كان غدوة انت عندك مؤسسات تحسب لك في نسبة الفقر تو برا حسب نسبة الفقر وشوف. ما نعرفش كان تتذكر فريدريش نومان المرة اللي فاتت عملت رابور على عائلة تتكون من رجل وزوجته وأطفاله الاثنين معناه وفيهم طفلة عمرها عملوا بالإكزامبل كيما كرة طفلة عمرها 7 سنين وطفل عمره 13 سنة عندهم كهرباء شعبية قال لك في الشهر يسكنوا في العاصمة يلزمهم يدخلوا فلوس بثلاثة 3300 يبدو 600 دينار باش يعيشوا حياة عادية باش يعيشوا حياة عادية من غير ما يتسلف 3600 دينار يعني هذا باش يعيش حياة عادية مش باش يرى مش باش ولا وحسبوا لهم معناها ماك تعرف انت الطفلة يروح بها ابوها ينجم في فترة من الفترات خذت تاكسي حاسبين في الجمعة باش تاخذ تاكسي والاثنين وحاسبين نهار لحد كسكسي ماخذين لي ديتايل كلها راك تقرا الرابور حتى في الدوش شنو موجود فيه الدوش شنو موجود فيه قال لك 3600 دينار شوف وين ماشيه الدنيا معناها 1000 دولار معناها 1100 دولار معناها يعني انت سير لا باز دو الرابور هذا كان تجي تحسب نسبه الفقر تلقى ارقام مفزعه جدا شكون يحكي عليه هذا ما يحكي عليه حتى حد شكرا لك خاطر احنا لليوم ما 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 ما, ما, ما ثم خطر داهم خطر جوست نختم بهذه خاطر اخر رابور عملته ليانيس شفنا ثم منطقه في المهديه شفنا ارتفاع كبير في نسب الفقر نرجعوا لك الكلمه الكبيره اللي وقت ما تقالت ضحكت العباد الكل قالوا احنا عملنا الثوره باش نوزعوا الثروه شوي في عوض ما نوزعوا الثروه وزعنا الفقر ايفيكتيفمون الفقر بدا يزحف في السواحل عام 2018 هذا بدا يزحف في السواحل ودخل شوي على جابس ودخل شوي على اطراف العاصمه برا حسبوا تو شوفوا شكرا لك.